إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا اللايف في هذا اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2019، حبينا نتكلم إن شاء الله معكم في هذا اللايف في بعدة نقاط، منها الحراك هنا في أوروبا في المهجر، ويعني عفوا هناك مشكلة في الهاتف، الحراك هنا في أوروبا والإخوة في المهجر الذين يعني جعلوا من هذه الانتخابات لا حدث. كذلك الحراك اليوم، حراك الطلبة الثلاثاء 42 في العاصمة وفي مدن أخرى، وكذلك نتكلم حول الانتخابات ومشكلة بنفليس. وفي نقطة أخيرة نتكلموا على أو قبل الأخيرة على المحاكمات السينمائية اللي راهم يديروا فيها قناة النهار في محكمة سيدي محمد. وأخيرا نتكلموا على السجناء السياسيين اللي جاني عليهم خبر، خاصة الأخ أمين بخا ومن معه في سجن عين مليلة. إخواني أخواتي، السلام عليكم مجددا، نزول في اللون. أولا الحراك في الغربة، يعني تحية حي الله الأحرار في كل أوروبا وأمريكا الشمالية الذين جعلوا استطاعوا أن يجعلوا من يعني هذه الانتخابات التي أرادتها العصابة في المهجر أن يجعلوا منها لا حدث. الحمد لله الإخوة في فرنسا، في بلجيكا، في نيويورك، الولايات المتحدة، في كندا، موان 15 دوغري تحت، يعني 15 درجة تحت الصفر في موريال، في مسيرات بالسيارات ويعني تجمع أمام السفارة والقنصلية العامة هناك في موريال. الإخوة في نيويورك كذلك 5 أو 6 درجات تحت الصفر، قاموا بانتخابات رمزية أمام السفارة هناك أو أمام القنصلية العامة في نيويورك. الإخوة كذلك في مارسيليا الذين يعني شوشوا تلك العملية ولم يهاجموا أحد. الإخوة في بوبيني، الإخوة في باريس، في كريتاي، في بونتواس، في فنلندا، أين لم ينتخب أي جزائري هناك، لا يوجد أي جزائري دخل أبواب السفارة كي ينتخب في فنلندا، في عاصمة فنلندا هلسنكي. تحية لكل الإخوة في أوسلو، في لندن، في برلين، في مدريد، في ميلانو، في روما، والأخ في بارما، في جنيف، في لوزان السويسرية أين أغلق مكتب الانتخاب، في رانس الفرنسية أين أغلق مكتب الانتخاب، في أفينيون كذلك الإخوة الذين واقفون هناك أمام القنصلية العامة أو مكتب الانتخاب. يعني الجزائريو والجزائريات المهجر استطاعوا أن يبرهنوا للجزائريين، لهذا النظام الفاشل، للعالم، أن الجزائريين الذين هم في ديار الغربة وخاصة الذين هم في أوروبا وفي أمريكا الشمالية قلبا مع الشعب الجزائري الذي في الأراضي الجزائرية، ويعني المصير السياسي لبلدنا يهمنا كاملا، سواء كنا في الجزائر أو كنا في ديار الغربة. تحية كذلك للإخوة الجزائريين والعائلات الجزائريات المقيمين في دبي في الإمارات الذين لم يشاهد منهم أحدا ذهب للانتخاب. تحية لكل أحرار، تحية لكل أحرار في يعني أنحاء العالم الذين وقفوا وقفة رجل وامرأة، ورجل واحد وامرأة واحدة، ضد هذه العملية الانتخابية المهزلة. بعض الإخوة قالوا أنه أنا شفت بعض الناس خاصة هنا في باريس من تيار بين قوسين الإسلاموي، تيار الإخوان المسلمين المنبطح، حاشا الإخوان المسلمين، ولكن التيار فرع الإخوان المسلمين الجزائري المنبطح للنظام، أين أحزابهم السياسية رسميا تقاطع الانتخابات، ولكن هم يعني يشجعون على الانتخابات ويذهبون بعائلاتهم للانتخاب في القنصليات، ويتهمون كل من هو يعني أمام القنصلية ينادي لعدم الانتخابات بأنه زواف، بأنه يعني انفصالي، وبأنه علماني، وبأنه كافر، أو بأنه
يعني يستجيب لأجندة خارجية. أنا نقول هاد الإسلامويين وهاد الإخوان المسلمين المزيفين واللي راهم في فرنسا واللي راهم في بريطانيا واللي راهم كذلك في تركيا في اسطنبول، ما شفت زوج ولا ثلاثة منهم، يعني عيب عليكم. الإسلام والرجولة ماشي لحية، الإسلام والرجولة ماشي كرافات وتلبس كوستيم وتقول أنا راجل أو تقول أنا إسلامي أو إسلاموي أو أنا مسلم. الإسلام هو الوقوف مع الحق، والحق غالي المنال، الحق باش تكون مع الحق ضد الباطل غالي المنال. عموما يكون السعر تاعو كبير، يقدر يكون يعني خسارة مالية، بخسارة مادية، أو يعني في بعض الأحيان نوصلوا حتى لخسارة الروح أو الجسد، يعني الإنسان يقدر يفقد حياته، يقدر يقتل لأنه مع الحق ضد الباطل. إذن الإخوة هذو اللي راهم يعني الإخوان المتسلمين أو المسلمين المزيفين الذين هم خاصة في أوروبا وفي الجزائر، والذين يعني أحزابهم الرسمية حركة حمص وحركة وحزب التنمية تاع جاب الله، العدالة والتنمية على ما أظن، يعني أنا أحترم الشيخ جاب الله، كانت عنده مواقف جيدة في روما وضد الانقلاب، ولكن بعض القواعد الحزبية تاعو اللي في الجزائر واللي هنا في أوروبا يعني قواعد ليست يعني ليست لا تؤتمن في السياسة ولا تؤتمن في أمر آخر، وهي تروج لكلام القايد صالح، تروج للكلام العنصري تاع الكلام تاع الزواف، وتروج للتفرقة الجغرافية، لأنهم يعلمون علم اليقين أن ذهاب هذه المنظومة السياسية يعني ذهابهم هم. يعني من العيب مثلا، خلينا نقولها يعني بكريمو، نقولها بطريقة يعني غير دبلوماسية، من العيب أن يكونوا الأحزاب البديل الديمقراطي اللي مسميين روحهم أحزاب البديل الديمقراطي، اللي فيها تبعات القوى الاشتراكية، فيها الأرسيدي، فيها حزب العمال، فيها حزب الاشتراكي العمال بي اس تي، فيها الباكس ام دي اس، وحركة، وفيها مثلا نقابة سناب اب، يعني حركات يسارية أو أحزاب يسارية، تدير بيان منذ يومين وتقول لا يجب، وتدعو الحزب الشعب الجزائري عفوا لمقاطعة هذه الانتخابات، وتقول على أنها مهزلة. في نفس الوقت نشوف بعض الإسلاميين أو كل الأحزاب الإسلامية بين قوسين إسلامية لا يسمع لها أثر في الساحة السياسية، يعني كلي ما كان الشعب راه يخرج في الشارع. أنا هنا ما رانيش نسب في الإسلاميين، لا، الإسلاميين الحق راهم ثابتين، مثلا واحد كيما علي بالحاج إسلامي حق، تحب ولا تكره، يعني تقدر تتفاهم معاه، تقدر ما تفهمش معاه، تقدر تحبه تقدر ما تحبوش، تقدر تلومه على مواقف سابقة، تقدر ما تصوتش عليه، ولكن ما تقدرش تتهمه ولا تقول عليه أنه ما تبتش على الحق أو أنه باع القضية أبدا. سيد راهو ثابت وعنده كلام، يعني كما قال واحد الأخ مقبل، واحد مانيش حاب نديها له لكن هذا ماشي اختراعي، واحد الأخ من الشرق الجزائري باش ما نقولش المدينة باش ما يعرفوش المخابرات لأنه راهم يحوسوا عليه، قال لي كي دير المثال ما بين، كي نتكلموا حنا على أسبقية المدني على العسكري، وأنه نريد دولة مدنية ماشي عسكرية، أحسن مثال، كاين مثالين، المثال الأول عطاه هو وعجبني بزاف، والمثال الثاني اقترحته له أنا بعد ما كلمني على المثال الأول. المثال الأول هو مثال علي بالحاج، شيخ علي بالحاج ومدني مزران. علي بالحاج سياسي مدني، امتهن السياسة والخطاب السياسي والنضال السياسي، حتى وإن كان صغير في عمره 28 و 30 سنة كانت عنده بعض المواقف اللي أنا العبد ضعيف وكان بعض الإخوة ما يوافقوهمش عليها، وهذا عادي لأنه إنسان يبقى إنسان، ما راهوش مجرد من الخطأ، كل الناس معرضة للخطأ، ولكن ليفولوشن بوليتيك تاعو، التطور السياسي، الفكر السياسي في الخطاب السياسي تاعو، جعلوا اليوم عنده خطاب، يعني ما شاء الله، خطاب وطني، خطاب تاع وحدة وطنية، خطاب يحارب فيه العنصرية، يحارب الجهوية، وكذلك قعد ثابت على الثوابت تاع النضالات تاعو في الثمانينات والتسعينات ضد الديكتاتورية العسكرية، ومن أجل إرساء دولة مدنية ديمقراطية تحترم فيها الحقوق والقوانين والواجبات لكل مواطنين والمواطنات مع اختلاف الأطياف السياسية. واحد كيما مدني مزراق
اللي راح نيغوسيا معاه كما يقول هو الحاج اسماعيل اسماعيل لاماري المجرم، يقول نهار سمعت بك توفى نموت الطوموبيل ورحت نجري من جيجل حتى العاصمة. هذا اللي كان في الجبل، شوف يعني شوف اللي كان في الجبل وراح نيغوسيا وحده، راح نيغوسيا وحده مع الدي ار اس مع المخابرات مع الاخر تمسخروا بهم، هو ولا ملياردير وصحابه مساكن يعني الاكثريه اللي كانوا حبطوا وما دوالو حتى الباسبورات سنوات باش داو باسبورات باش يروحوا العمره والحج، وحتى المناصب الشغل اللي باش يرتاحوا اللي كانت عندهم قديمه باش يرجعوا لها يعني عانوا، كاين منهم اللي ما رجعوش لمناصب الشغل تاعهم، وما في لاكور اللي داروه ما حوسوا لا على لي ديسباري لا على خاصه اخوانهم اللي كانوا معاهم راحوا ديسباري المفقودين، راهم اكثر من 25000 مفقود يعني طواو الملف يعني بواحد الطريقه يعني غير مشرفه. يعني تشوف التطور السياسي تاع سي علي بن الحاج اللي هو سياسي، والموقف اللي راهو اليوم تاع مدني مزراق اللي كان يشكر فيه اسماعيل لاماري جنرال اسماعيل لاماري معروف في الدي ار اس، وكان يقول بلي ويحيى رجل دوله وراح تلاقى مع ويحيى، واليوم جاء هذا سي مدني مزراق يتمن الانتخابات والمسعى تاع قايد صالح. يعني تشوف ليفولوسيون بوليتيك التطور السياسي تاع المدني والعسكري، هنا تفهم علاش اسبقيه المدني على العسكري، لانه السياسه امر تاع المدنيين اللي رافد سلاح، حنا ماناش نلومو العسكر لا، بصح لكل لما خلق لكل عنده المهنه تاعو، الله غالب. حتى المستوى السياسي تاع علي بن الحاج وفي الخطابه وفي اللغه العربيه، حتى المستوى تاع البلاغه وتاع العلم الشرعي ماشي كيف كيف، لا ميم شوز في العسكر، لا ميم شوز في العسكر مثلا، او مشي غير مشي عند الاسلاميين، تشوف واحد كيما محمد العربي زيطوط كان نائب سفير كان يخدم في الاداره الجزائريه، نائب سفير في طرابلس، وواحد كابيتان كان في الجيش الوطني الشعبي كابيتان شوشان راهو في بريطانيا. يعني انا هنا ماشي باش نتهجم عليه ولا نسبه ولا ابدا، ولا السيد كانت عنده مواقف جيده في التسعينات وخرج من الجزائر وكانت عنده شهادات في تورط العصابات والمجرمين في ذلك الوقت في القتل الجماعي والاغتصاب والتعذيب والممارسات الشنيعه، وهذيك المواقف تاعو في التسعينات يعني مشرفه وتحسب له. ولكن في نفس الوقت شوف ليفولوسيون بوليتيك تاع سي محمد العربي زيطوط كمدني دبلوماسي، واحد عسكري خرج من الجيش، الله غالب السيد يدخل يهدر بالقطط، يهدر الزواف، يخون القبائل، يخون بني مزاب، او هدر عنده عامين ثلاثه، نهار صرا المشكله في غردايا، دار في فيسبوك مع النحاها ولا يبكي يحلف لك ماشي هو، روحوا هاجموهم الاهل المنيعه لانه هو اصلا المنيعه. يعني تشوف ليفولوسيون يعني الخطاب السياسي وليفولوسيون بوليتيك تاع واحد عسكري او عسكراتي او ان سارتان مومون في حياته رفد سلاح وكان في الجبل مع واحد سياسي مدني قح ماشي كيف كيف. ماشي كي قلت لكم عندكم زيطوط اللي كانوا عند الدوله، زيطوط وشوشان ولي في المعارضه علي بن الحاج ومدني مزراق، وهذي تاع علي بن الحاج ومدني مزراق نحيي الاخ اللي عطاني مقبل المثال ما نحبش نسميه لانه يقدر يصراو له مشاكل وراه مطارد مسكين وربي ان شاء الله يفتح عليه. يعني لقيت هاد لا كومباريزون هاد المثال مليح، يعني اليوم مدني مزراق مع الانتخابات، شوشان يتهم كل من يعني لا ينتخب بالخيانه، وحتى هو ما تجراش يروح لندن السفاره تاع لندن حتى باش يفوطي، كون ما راح فوطا ولا عنده 6 شهور وما يتمسخروا به يقولوا تدخل الجزائر تدخل الجزائر، ما دخل الجزائر ما دخلوش. اذا يعني هذا الحراك وهذه الثوره السلميه هي مدرسه سياسيه منذ 9 اشهر، راهي تعلمنا بزاف حوايج. الناس يعني تقول لك 9 اشهر بزاف، لا ماشي بزاف، اللي ما كانش يفهم ولا يفهم، واللي كان يفهم ولا يفهم خير، والوقت هذا سمح لنا انه نعلم من الخبيث من الطيب. مثلا لو كان ايماجينو لو كان مثلا قايد صالح قال لك هيا نديرو نيغوسياسيون نديرو حوار ونروحو في مرحله انتقاليه ديمقراطيه في الشهر الثاني او الشهر الثالث تاع الحراك او تاع الثوره السلميه، لو كان واحد كيما مزدور ولا هذاك سليمان بخليلي راهم اليوم ابطال، سيدي شامبيون، كانوا يتكلموا واحد الكلام تاع تحير، واحد كيما بن فليس كيف كيف. ولكن الله عز وجل طول في هذه الفتره، وانا نامن بليك حكمه ربانيه، دوك الواحد كيفاش يامن هذا قناعتي الشخصيه، يعني ما راكمش ملتزمين انهم تقاسموها معاه، ولكن هذا رايي الشخصي
انا نامن بلي راه هذه حكمه ربانيه، يا ربي طول المدد باه الناس تبان، باش يبان الخبيث من الطيب. شوفوا مزدور كيفاش خلصت عليه، شوفوا هذاك خويا خاتم سليمان، سليمان بخليلي كيفاش خلصت عليه، شوفوا حتى السي علي بن فليس كيفاش خلصت عليه. راه متهموه البارح ولا اليوم بانه في واحد من الحمله الانتخابيه تاعو عامل طرف اجنبي والى اخره. وبان الحق وبان الباطل، بان مدني مزراب وبان علي بالحاج، بان شوشان وبان زيتون، بانوا حتى بعض اليوتيوبر ما نسميهمش، بعض اليوتيوبر اللي كانوا يهفوا في الناس بلي هما معارضين، ولاو اليوم يقول لك لا لا ومخطط خارجي ويدف يبعثوا دراهم لاسبانيا، واحد الكلام يعني باه يميعوا الحراك وباه يميعوا الفكر تاع الناس. اذا اخواني التبت في السلميه والوقت راه يبين الخبيث من الطيب، ويبين المواقف السياسيه، شكون هو سياسي، شكون هو معارض سياسي تاع الصح، شكون هو مزيف وخبيث، ولا شكون هو ظاهره اعلاميه. كاين انسان ظاهره اعلاميه بان خطره في اليوتيوب ولا في الفيسبوك ولا في التلفزيون يخلع في روحه، كاين الناس لا غالب يجوز خطره ولا زوج في التلفزيون يهبل بروحه، يولي حتى الهضره مع الناس ما يهضرش معاهم، يولي ظاهره اعلاميه ماشي رجل سياسي، ما عندوش قناعات راسخه، ما عندوش فكر سياسي. إما في البرومي فيراج في اول منعرج يغلط ويدير هفوات بلا ما نسميهم. النقطه الثانيه الحراك تاع يوم الثلاثاء 42 اليوم اخواني اخواتي، نحيي كل طلبه وطالبات اللي نزلوا الشوارع في قسنطينه في عنابه في العاصمه في بلاد القبائل وفي تلمسان. انا شفت اليوم مسيره في تلمسان انبهرت، تحيه لاخواننا واخواتنا الطلبه والطالبات في تلمسان، خاصه في تلمسان، وانا على بالي علاش نتكلم هذا الكلام. تحيه كذلك لاخواننا وخواتنا في وهران، واليوم تحيه الكبرى تسمحوا لي ما راهيش جهويه، ولكن انا العبد الضعيف والاخوه انبهروا بالمسيره تاع الطلبه والطالبات والمواطنين والمواطنات اللي خرجوا معاهم في العاصمه. اليوم الثلاثاء 42 نعطيكم معلومه يعني شخصيه جابوها لي الناس صحابي، حتى لو شيف سيرتي دو ولايه رئيس امن ولايه الجزائر العاصمه نزل للشارع لا بروميير فوا منذ 9 اشهر، نزل رئيس امن ولايه الجزائر للشارع، هو اللي كان يكوردوني العمليه، لانه خافوا شافوا هذاك الجمع الكبير ما شاء الله تاع الناس اللي جاوا. تحيه للطلبه والطالبات والمواطنين والمواطنات اللي مشاو معاهم في العاصمه، بينوا هذا النظام العسكري، نهضروا على قياده الجيش ماشي الجيش، نهضروا على قياده الاركان، انه لا لا ما لا ما يعني هذه الانتخابات ما عندها حتى مستقبل، وانه الدوله او النظام العسكري ما عندوش مستقبل في الجزائر، وانه هذا الشعب اللي ديتيرميني مصمم في بناء دولته المدنيه الديمقراطيه الاجتماعيه في اطار المبادئ الاسلاميه كما نص عليها بيان اول نوفمبر المبارك، وبناء ونديروا أو سباقيه او اولويه السياسه العسكريه في السياسه في السياسه. لان هضرنا في النقطه الاولى لي باركور تاع واحد عسكري ومدني ماشي كيف كيف، ما تقدرش اليوم تقارن ما بين علي بالحاج ومدني مزران، مع احترامنا لكل الناس، ما تقدرش اليوم تقارن ما بين شوشان وعبد الحاج وموسي محمد العربي زيتون، ماشي كيف كيف. الله غالب بالك في السلاح وفي العسكر شوشان يعرف خير من زيتون سي سور، بالك سي سور ماشي بالك سور، ولكن في السياسه محمد العربي ولا علي بن الحاج يعرفوا خير منه، ولا عيد احمد الله يرحمه يعرف خير منه، ولا فرحات عباس الله يرحمه يعرف خير منه، حتى سي عبد الله جابر الله يعرف خير منه، سعيد سعدي يعرف خير منه. الغالب السياد كل واحد في خدمته، ما تقدرش انت يا الكتريسيان تروح تسوق طياره ولا بيلوت دافيون تقول له خدم لي سال دو ما وانا عندي مشكلات على بلومبري، كل واحد في المهنه ديالو. هذه السياسه المهنه تاع السياسيين، والسياسيين المدنيين ماشي العسكريين. إذن تحية للطلبة وطالبات اليوم في الأحد الثلاثاء 42، قلت لكم كانت يعني صور رهيبة في العاصمة، يعني أنا أوبليجي ألزمت رئيس أمن ولاية الجزائر أنه ينزل للشارع، وهذا جيد لأنه راهم خايفين هاكي يديروا، راهم يجيبوا في العسكر والبوليسية للعاصمة في بلاد القبائل خايفين. لكن كاين واحد النقطة ثاني كنقولها، جا شفت أنا بعض الفيديوهات أنه مواطنين قدام نفق الجامعة في العاصمة راح يحماو الشرطة لأنه خافوا الاحتكاك. لو كان صرا احتكاك اليوم بعيد الشر ما بين الشعب والشرطة كانت ما تفرجش، لأنه الجمع كان غفير جدا. أنا النقطة اللي نركز عليها إخواني أخواتي السلمية، غدوة 11 ديسمبر إخواني أخواتي
لازم نكونوا كلنا في الشارع باش نحييو 11 ديسمبر 1960. يعني هذيك الروح، هذيك المسيرات تاع 11 ديسمبر 60 هي اللي عطات الروح تاني لو دوزيام سوفل للثوره التحريريه. وما تنساوش بلي خاوتنا السجناء السياسيين عم دخلوا في اضراب منذ اليوم 10 ديسمبر. هذا اليوم هو احياء اليوم العالمي لحقوق الانسان، وهما راهم في اضراب على الطعام مده 3 ايام داخل السجون. لازمنا احنا كجزائريين وجزائريات نوقفوا معاهم في بيوتنا وفي الشوارع بكل سلميه، هذا ما نقولوش عليه، باش نضامنوا معاهم ونقولوا لهذا النظام العسكراتي انه لا مستقبل للجيش في السياسه ولا مستقبل للديكتاتوريه او العصابات في الجزائر. لكن طلبوا مني بعض الاخوه وعندهم الحق، الاخوه والاخوات راح ينزلوا غدو في المسيرات في الجزائر وفي كل مدن اخرى. ماذا بكم اللي عنده ورده واللي عنده نواره واللي عنده ابتسامه في وجهه يبتسمها في وجه الشرطي او الدراكي، لانه في الاخير في الاول وفي الاخير هذوك خاوتنا وراهم يعانيو كيما رانا نعانيو حنا، وبالك هما اكثر مساكن وراهم اكثر لا بليبار فيهم يخدموا كلونديستان مع العشيه باه يبكريو لي فان دو موا مساكن، لا غالب حال كل العائلات الجزائريه. إذن هادو النام هادو الشرطة حتى لي زوفيسي و لي زوبيسي سوبيريور تاع لابوليس تاع الجدرمية، ماهيش نهضر على البوليسية البسطاء، كلهم راهم خاوتنا. اللي عنده وردة اللي عندها نوارة كي تشوف بوليس عطيها له باش نقولولو بلي حنا مراناش أعداء تاعك ومراناش حابين ندخل معك في شجار. والله يرحم والديهم الشباب ما تدخلوش في مشاحنة أو في احتكاك مع الشرطة أو الدارك، لأنه لا للعنف، لا نريد العنف. وهذا النظام في الاخير راح يستنفذ كل اوراقه، راهو حاب يديها للعنف، حابين هما. ماذا بهم راهم ينوموا، راهم يتمناو، نحكي على القياده الكبرى ماشي لتحت، راهم يتمناو تروح للعنف، لانه هذاك هو الميدان اللي هما يعرفوا يسيروه وراه ينجحوا فيه. اذا المسيره تاع غدوه 11 ديسمبر ان شاء الله تكون كبيره، وتاع بعد غدوه ويوم الانتخابات هذه المزوره لازم نخرجوا كامل للشارع نقولوا لا للانتخابات، ونوريو للعالم والصحافه الدوليه اللي راهي في الجزائر انه الشعب كان في الشارع ما كانش في مراكز الانتخاب. ولا قدرنا الا الناس قدروا يتجمعوا امام مراكز الانتخاب باش ندعيو الناس ما ينتخبوش، ولكن ما تضربوهمش، ما تسبوش اللي حاب ينتخب، ما تسبوش، ما تعايروش، ما تقولولوش عليه بليك انت خاين، لان احنا التخوين هذا ماهيش لغتنا، والعنف ماهوش الوسيله تاعنا، ماهوش الاسلوب تاعنا، هو الاسلوب تاع قايد صالح ومن معاه. احنا ما نسبو، ما نعايرو، ما نخونو، ما نكفرو واحد، ما ندخلو معاه في صدام. احنا عندنا حجه، عندنا الدليل، والقضيه تاعنا عادله، والحق باذن الله، باذن الله راهو معانا. دونك لازم نقابلو الناس بالحجه وبالدليل وليس بالتخوين وليس بالتكفير وليس بالعنف، حتى اللفظي، حتى العنف النظري. يعني الانسان كي يشوف واحد حيفوطي بالتبسيمه يقولوا الله يرحم والديك ما تفوطيش، هاو علاه ما تفوطيش، يفسر له اذا تقنع اللهم بارك، ما تقنعش في الاخير هو حر. احنا ما راناش يعني اولياء او اوصياء على الناس. اذا اخواني السلميه اللي عندها نواره ولا عنده ورده ولا عنده كما قلت تبسيمه في وجهه يتبسمها في وجه خوه الشرطي او الدراكي، حتى وان الشرطي والدراكي ما خلاكش تجوز وجاتو اوامر ما تخليكش انت، حاول تلقى طريق واحد اخرى باه تجوز، ولكن باش تدخل معاه فيه صدام وفيه شجار ولاكش ما تسبوا ولا تعايروا لا. اخواني اخواني حذاري حذاري، اخواني اخواتي عفوا، حذاري من العنف اللفظي، حتى العنف تاع الوجه لا لا، يرحم والديكم، لانهم هما راهم حابين يدونا للعنف، وراهم حابين خاصه اخواني واخواتي من منطقه القبائل، قبائل بالكوا تدخلوا في العنف، الحريق بالك وتشعلوا النار. هادو مراكز الانتخاب ما تبناوش ليهم، لانهم في المعظم راهم مدارس يقراو فيهم ولادنا، وهما لو كان ديروا شي كيما دا راح يصوروه ويسلطوا عليه الاعلام بور ايزولي لا كابيري دو غاس دو لارجيري، باش يعزلوا بلاد القبائل او المنطقه الوسط القبائل والعاصمه من باقي هما. شوف هاد الناس باش تفهموا اخواني، لو كان يعرفوا هضر على القايد صلاح ومن معاه، لو كان يعرفوا يقسموا الجزائر على ثلاثه على اربعه باه هما يبقاو في السلطه يديروها، ما عندهمش مشكله. واحسن مثال بشار الاسد، احسن مثال علي عبد الله صالح في اليمن قسمها، احسن مثال البشير في السودان قسم السودان الشماليه وجا باش يقعد هو في السلطه. وهذو نفس المدرسه العسكراتيه تاع حزب البعث القومي العربي، نفس المدرسه تاع جمال عبد الناصر الذي صدر الخراب في الدول العربيه. ما عندهمش مشكله لو كان يعرفوا يقسموا الجزائر منطقه القبائل لمزه بالترد باش يبقاو هما في السلطه، ما عندهمش بروبليم.
دونك حنا كجزائريين كوطنيين نحبوا بلادنا ما نعطيهمش هذه الفرصه. والفرصه وشنو هي؟ العنف ومظاهر العنف من حرق من تكسير. انا بعثوا لي بعض الاخوه يكسروا حتى المكاتب تاع الانتخابات ولا دوك لي زور تاع الفوت. ماشي مليح. انا نقول لك ماشي مليح. علاه؟ لانه النظام راح يستعملها باه يسوق ويقول بلي هذا الحراك راهو عنفي. ثانيا هذوك لي بوات تاع الفوت غدوة ان شاء الله نديروا ترانزيسيون، نديروا مرحله انتقاليه ديمقراطيه، نحتاجوهم باش ننتخبوا فيهم. اذا كي نكسروهم اليوم غدوة نزيدوا نخدموا واحد اخرين باش بدراهم الشعب. اذا الانسان لازم يخمم دائما، يرجح العقل والرزانه والسلميه على كل شيء. ما تخليوش بعض الاخوه بالك يزعف بالك يتنيرفا بالك الحقوا بوتسوف ندخلوا في دوامه العنف اللي راح ينجح فيها النظام، وحنا رايحين نخسروا 20 30 40 سنه نخسروها سور. اذا اخواني حذاري من العنف اللفظي، حذاري من الحرق، حذاري من تكسير حتى مكاتب الانتخابات، حذاري من العنف اللفظي لا ضد الشرطه لا ضد الدرك لا حتى ضد الاخوه المواطنين اللي يروحوا ينتخبوا. نقنعهم بالدليل والحجه وبالابتسامه وبالورود. انها ثوره الابتسامه، انها ثوره الابتسامه، تبقى باذن الله وسوف تنجح بثوره الابتسامه. النقطه قبل الاخيره الانتخابات. شفنا السي علي بن فليس، حنا قلنا له يا ودي ما تدخلش ما تدخلش. راه مخرجوا له هذه القضيه تاع الاسبيوناج، ديك واحد معاه في الحمله الانتخابيه يخدم مع دوله اجنبيه. يعني واش داك السي علي بن فليس؟ حنا كنا نحترموك ونقدروك، مع ان كنا عندنا عليك بعض الملاحظات، وسي نورمال كل السياسيين حتى العبد الضعيف عنده كل واحد عندنا عليه ملاحظات، رانا بشر. ولكن باش تدخل في قضيه كيما هذه ضد الشعب، يعني واش كنت تسناه؟ تسنى قايد صالح رجعك رئيس؟ كنت تسنى عصابه الاداره ترجعك رئيس او عصابه المخابرات ترجعك رئيس؟ مستحيل. يعني كربحت غير العيب. وهاد الانتخابات اخواني اخواتي باذن الله لن تكون. هما رايحين يديروا رئيس يوم 13، واش راح يكون يوم 12؟ يخرج يوم 13 ل 14 يقول لك فلان رئيس. ولكن حنا اخواني ما راناش مقيدين بهذه الانتخابات. الذي هو مقيد بهذه الانتخابات وما راهوش يرقد في الليل هو القايد صالح وصحابه، لانه عارفين لو كان هذه الانتخابات ما تنجحش وهما يروحوا. يعني حتى المؤسسه العسكريه اللي داخله يقول لهم بون اكل حقتو جوسكو بوها ولهبو، ما نجحتوش الله يعاون، ما تدخلوناش في حيط. ان شاء الله يكونوا شرفاء داخل الجيش الوطني الشعبي، ما يخلوش الجزائر تدخل في حيط. ان شاء الله نتمناو باذن الله. كاينين مازال كاينين الرجال داخل هذه المؤسسه، ما يخليوش الجزائر، وانا مقنع انه مازال كاينين، ما يخليوش الجزائر تروح في حيط، لاننا رايحين في حيط. ولو اقتصاديا انا رايحين في حيط مهما كان الرئيس. قلت غدوه تخرج كاريت طابو ولا تجيب مراد هنا ولا زيتوت ولا نيبورت كان معارض تحطو رئيس، من على عامين كان أزمة اقتصادية خارقة. ولكن الفرق وشنو؟ أنه كي يكون عندك رئيس أو رئيس حكومة، يعني ما نحبش رئيس جمهورية، أنا يعني جو بريفير لو سيستيم بارلمونتير، أحب النظام البرلماني، ولكن هذا رأيي. إذا كان عندي الأغلبية ولا ما عنديش الأغلبية، لكن إذا كان عندنا رئيس جمهورية ورئيس حكومة منتخب، برلمان منتخب، حكومة منتخبة، تقابل الأزمة وتفسر للشعب واش لازم نديرو، وتعيش مع الشعب وتسوفري مع الشعب وتعيش ببساطه مع الشعب، الازمه راح يتجاوزوها. يعني الناس ماشي مهابل، كي الشعوب هذه خاصه الشعب الجزائري يشوف فيك الرجوله، يشوف فيك النخوه، يشوف فيك الفحوليه، يمشي معاك ما كاش مشكله. ولكن الا شافك انت عايش في كلوب ديبا وموريتي وطيارات ترفد وطيارات تحط ولادك دي ملياردير وتاجر في الكوكايين، وتجي تخرج في التلفزيون تسب الشعب، وعندك وزير الداخليه يقول الشعب انتم شواد، وفي نفس الوقت الناس ما لقاتش واش تاكل، ازمه اقتصاديه، كابابل بعيد شري شعب فيك النار. لانه الناس راهي، انا هذه نكلمها مع المسؤولين اللي راه في الجيش تاع المخابرات وراهم يشوفوا. انتم اخواننا، اخواننا تبقاو جزائريين كيما حنا، يعني ما انتم الجزائر وحنا ما راح نخرجوا منها مهما اختلفنا، مهما اختلفنا نقدروا نختلفوا، والاختلاف ماشي عيب. ولكن الحل راه في يديكم، الحل راه في يديكم، الحراك والثوره والشعب مدوا لكم الحل. الطبقه السياسيه الشريفه والعلماء المسلمين المعارضين اللي في الجزائر اللي راهم في الحبس ولا في الخارج عطاو لكم مبادرات سياسيه، عطاو لكم 72 ولا 74 حل مكتوب. يعني يشهد التاريخ ان الحلول المكتوبه جاتكم، انتم ما حبيتوش غلقتوا راسكم. تبعتوا قايد صالح الانتخابات، الانتخابات اللي مش راح تكون
حتى وان كانت ودرت رئيس من بعد. راك تشوف هذه الحركه الشعبيه وهذه الثوره ماهيش مقيده برئيس لا بعد ولا بعدم وجود رئيس. هي مقيده بوجود منظومه وغير بوجود منظومه فاسده عصاباتيه او بذهاب هذه المنظومه العصاباتيه. اذا من على عامين راكم رايحين في ازمه، وانتم اللي راكم في الاجهزه الامنيه وفي المخابرات، انتم اللي راكم رايحين تقابلوا. يعني لا ضناد الصهد في الشارع بعيد الشر، انتم اللي راكم رايحين تقابلوا بصدوركم. وهذا الشعب اللي راهو اليوم ديال مسيرات وهو شبعان الحمد لله، ماشي هو الشعب اللي منعنا عامين يكون جيعان. الانسان كيخرج لبرا وهو شبعان وعنده يطالب على حقوق سياسيه لانه عنده قناعه فكريه وقناعه سياسيه، هو الانسان اللي يخرج لبرا باهي يدير مانيفيستاسيون على جال الحليب وعلى جال السكر لانه ما لقاش باش يوكل ولادو. دونك وليو لعقلكم، وليو لعقلكم، مازال الحل ممكن، الحل السلمي التوافقي الذي يضمن الحقوق لكل الناس بما فيهم الناس اللي راهم في الجيش. انا قلتها وشحال من خطره، حتى سي محمد العربي قالها، ما راناش انتقاميين، ما راناش انتقاميين، هذه بلادنا في الاخير، انتم جزائريين وحنا جزائريين، والحل باذن الله سوف نجده في الجزائر بين الجزائريين في طاوله جزائريه فوق ارض جزائريه، سواء كنا في العاصمه، كنا في عين ميناس، في عين زواطين، في ورقله، في تقور، في تلمسان، في مغنيه، في قسنطينه، ما نروحوش لا لجنان ناس فوقهم لا الباريس لا حتى مكان مكرم. اذا الحل في يدكم، ما تخليوش القايد صالح يديكم ويدينا ويدي كل جزائر الحيط في حيط، باسكو راهو رايح يديها الحيط. والحيط الا ما كنتوش تعرفوا تقراو، روحوا حكموا نيمبورت كيل خبير اقتصادي ثقه وعنده علم، استاذ جامعي، شوفوا بن بيتر، شوفوا نيمبورت كي يفهم في الاقتصاد يفسر لكم واش هو الحيط اللي راه جاي. النقطه الرابعه وقبل الاخيره، المحاكمات السوريه حبوا يخلونا نهضروها بالعاميه، حبوا يبلعطونا بمحاكمات ويجيبوا لك سلال. واحد صاحبي مقبله قال لي والله غير سلال غاضني مسكين، يغيد سي نورمال يغيد، لان احنا ناس، احنا بشر عندنا قلب، ولكن كون احنا كنا في يد سلال وفي يد ويحيى غيدنا بليتو احنا نغيدوه ما نغيدوش. اذا احنا غادنا، ولكن كي تمد له 16 سنه حبس السلال و15 سنه ويحيى في قضيه واحده هي تمويل الحمله الانتخابيه تاع بوتفليقه، وزعلان صديق تبون والي كما هو خريج المدرسه الوطنيه للاداره والي عنده علاقه قرابه مع القايد صالح يخرج براءه. يعني زعلان واش كاين داير، كي كان والي في شاف دايره في باتنا، كان والي في ام بواقي وما طلعوه والي تاع وهران، العجب اللي داروا في وهران. وما تنساوش بليك زعلان هو اللي استقبل شاكي بخليل في الصاله الشرفيه، كي عاد شاكي بخليل من الماريكان، هي كانت عندهم مونداداري وما دار دخلوه، قال لك مع هذا زغماطي قال لك غلطنا في المونداداري، انيلاو المونداداري انترناسيونال، دخل شاكي بخليل على مطار وهران، زعلان كان والي تاع وهران واستقبلوه وتصور معاه بكل يعني بلا حشمه، خلينا نقولها بلا حشمه قدام الشعب الجزائري، او جا شاكي بخليل ونستقبلوه في صالون دونور ويروح الوالي يستقبلوه، هذا شاكي بخليل سيقول لكم دراهمكم، واليوم يخرج براءه. وسلالي دي 12 سنه دوك يستأنف في عاي حبطوها له 8 سنين ولا 7 سنين، يطلع تبون سي موا عام ابري يخرجوا براءه ولا يدير له العفو الرئاسي كيما صرات في مصر. ما تنساوش باللي العصابه تاع مبارك والحزب الوطني اللي كان هذاك احمد عز ومبارك واولاده كامل كانوا في الحبس، اليوم راهم برا، والرئيس المنتخب مرسي الله يرحمه قتلوه داخل الحبس، والاخوان المسلمين تاع مصر، الاخوان المسلمين تاع الصح ماشي تاع الخرطه اللي عندنا في الجزائر، راهم كلهم في السجن مساكن. دونك اخواني بالاكو يبلعطوكم بهذه المحاكمات. زيد باش تشوف لك هاد البلاد ما يحترموا لا قانون لا والو، يقول لك يورو لك سلال زعما كاميرات سيرفيونس ويحيى، علاش توريه؟ القانون الجزائري يقول لك محاكمه علنيه، علنيه واش حاب يقول؟ حاب يقول ان الناس اللي حاب تدخل المحكمه تدخل، حتى تعمر القاعه، يعمر القاضي بيغلق القاعه باش تكون بور بيرميتر لا كونتينيتي تاع لي جوجمون، سيرورة المحاكمة، الشرطة، ويكونوا لي زافوكا ولي جورناليست. كي دير كاميرا باش توري للشعب زعما نحاكمو بسلالة ويحيى. وعلاها شريف رحماني ما سرقش؟ وين راه شريف رحماني؟ بن بوزيد ما سرقش؟ محكمة بودواور جينيرال ماجور كان معاكم حاكم لي فينونس، لقاو عنده 800 مليار سنتيم في دارو، علاش ما توروهولناش؟
محاكمة توفيق، علاش ما تحاكموش توفيق على الانقلاب تاع جانفي 92 و 25 ألف قتيل و 250,000 مور والمقتل تاع بوضياف هو اللي كان حاكم الأمن الوطني، علاش ما تحاكموش؟ علاش تحاكموه غير على جال لأنه حابين يحي قايد صالح؟ أوكي حابين يحي قايد صالح، حاب ينقلب على قيادة الجيش، هذه قضية والقضايا الأخرى، بلا ما ندخلوا في الفساد المالي غير القتل والتعذيب اللي صرا في عنطر وغير عنطر، على ما تحكموش توفيق؟ على ما تحكموش طرطاق اللي كان يقتل الناس بالشينيون، يعذب الناس بالشينيون؟ على ما تروحوش تجيبوا هذا الجنرال شنتوف اللي كان جنرال ماجور اللي كان حاكم لا بروميير ريجون هربان في اسبانيا ولا في فرنسا، على ما تجيبوهش وتحاكموه؟ على ما تجيبوش بولقصير اللي خليته يخرج تاع جوندارميري ومرته القاضيه الفاسده تاع قليعه تاع تيبازا، على ما تجيبوهمش وتحاكموهم؟ ولا هادو تحاكموهم زعما توروهم من الو في القانون تاعكم يمنع ان تصور المحاكمات، لانه في القانون الجزائري الذي هو في المحاكمه قبل ما يصدر قبل من في حقه او ضده حكم قضائي، يقدر يكون في حقه وفي ضده حقه الا كان براءه، اذا حكم عليه بالسجن النافذ او غير النافذ يكون حكم ضده، قبل ما يصدر ضده حكم هو بريء، إلي إنوسون جوسكا بروف دو كونترار، يعني يفو بروفي سا كولبابيليتي. علاش تصوروا؟ إيماجيني سلال مثلا، سلال في هذه القضية يخرج لك بريء مثلا، يقول لك أنا كنت مدير حملة، هاو هذا زعلان خرج بريء، أنتم ما خرجتوه بريء، علاش تصوروا؟ علاش تبهدلوه قدام الناس؟ هذا إيماجينو بين قناة على بالك ماشي بريء، ولكن قولوا مثلا واحد بريء وتحاكم وتبهدل قدام الجيج وخاف كما سلال دايق قريب دا يبكي انسان ماشي مشكل، وبالك في الاخير يخرج بارئ، علاش تبهدلو قدام الناس؟ لانه هاد المحاكمات اخواني اخواتي باش خلينا نقولها بالعاميه باهي بلعطوا الناس تدخل للدار وتامن تقول صاحب العصابه راهي في الحبس وهم دخلوهم، كاش منها كاش منها كاش منها، لانه كون كاينه منها ما يكون جينيرال بودواور حاكم الفينونس تاع لارمي عنده 800 مليار سنتيم في دارو، واش كانت دير المخابرات تاع الدي ار اس، واش كانت دير المخابرات العسكريه دي سي اس ا، كي السيد هذا بودواور كان ينهب في دراهم وزاره الدفاع، ما كانش حاكم بلديه واد السمار ولا بلديه الحراش ولا بلديه باب الواد ولا بلديه شرغوم العيد، كان حاكم لي فينونس الماليه اداره الماليه تاع وزاره الدفاع، دات 800 مليار سنتيم كيفاه؟ يعني هاد المخابرات اليوم اللي راهي ترفد المناضلين والمعارضين بالتليفون وتعسل لهم الميسنجر ويجيبوهم من الدار، كي السيد هذا كي يدير 800 مليار قايد صالح واش كان يدير؟ واش كان يدير؟ المخابرات هذه والدي ار اس واش كانوا يديروا؟ إذا أنتوما كومبليس، قايد صالح كومبليس، وهذه المحاكمات محاكمات سورية باه يعطيو صورة أنه هما قضاو على العصابة، هي في الحقيقة عصابة راهي مبلاصات عصابة، هذا النظام هذا الحراك الشعبي يعني خلط توازنات داخل منظومة الحكم ومكن مجموعة مكنها على مجموعة أخرى فقط، ولكن في زوج فاسدين، الفساد والديكتاتورية وحتى الإجرام فيهم، ونتكلم عن الإجرام، علاش نتكلم عن الإجرام؟ اليوم جاتني معلومات أنه أخي خونا أمين بخا ومن معاه الربعة اللي راهم في عين مليلة راهم يضربوا فيهم في السجن يوميا، راهم يدلوا فيهم، راهم يبسقوا فيهم، راهم لي غارديان محرشين عليهم المحابسيه، يقولوا لهم هذوما الناس راهم ضد الانتخابات باش ما يطلعش رئيس وما يدير لكمش لاكراس العفو الرئاسي وتريحونا في الحبس، اذا المحابسي اللي تاع دروا كوما اللي يبيع زطله وسراق يدور على امين ومن معاه، يعني هاد الممارسات تاع التعنيف والضرب والسبان ويعطيهم ساكن صباح خبزه وقرع نص قرع حليب ياكلها نهار كامل، يعني مع العشيه وصلتني اخبار انه يديروا يخبيوا كيلو سكر مساكن يديروا السكر في الماء باش يشربوه باش يشدوا به في الليل، هذه في 2019 في سجن عين مليلة، يعني مدير سجن عين مليلة ومن معاه وأوالي أم البواقي هذا حجاج الفاسد، لأنه أمين بخا نهار كان في الشارع نهار كان حر كان جايبها عقابه وجايبها عقاب رئيس بلدية عين مليلة اللي هو صاحبه فاسد كبير، هذا والي أم البواقي راهو جايبها عقاب أمين بخا داخل السجن وراهو يحبس يحاول يجبد له قضايا أخرى باه يورطو ويقعد في السجن، لأن المحكمة الأولى صدرت عليه حكم بالسجن سنة سنة ونص 18 شهر عفوا، مع كسر الشراع صدر في مجلس القضائي تاع البواقي نحاولوا 6 شهور، واليوم الوالي أو حاب يزيد يخلق له قضايا أخرى باش يقعد أمين بخا في السجن ومن معاه، والله يعلم أخونا الإعلامي في البرج، لأن الناس اللي راهم في العاصمة في الحراش والقليعة
لاباس، عندنا اخبار عليهم الحمد لله، راهم في حاله صحيه ومعامله جيده، ما نكذبوش حنا، كاينه ما كانش، ولكن في عملنا وفي الشرق الجزائري اللي راهم في تيارت، وفي الشلف اللي كانوا في الشلف اللي خرجوا براءه على جال العالم هذاك تاع الثقافه الامازيغيه، خداو الضرب وحاجه في وحده اخرى، يعني ما نقدرش نقولوها الان، كاين الناس راهب مع العائلات تاعها. اذا هاد وزاره العدل هاديه، هذا وزير العدل هذا زغماطي، شوف واش هو يصرف في السجون ديالك، يعني كي تقولوا ما كاش التعذيب والتعنيف والضرب والاهانه، ما كاش منها، كذب. امين بخه ومن معاه الاربعه في عملينا راهم ينضربوا يوميا. اذا ان شاء الله احرار عملينا ينتفضوا ضد هذا مدير السجن، وفي عملينا ما يخلوش خوهم اللي دخل السجن على جال الشرف تاعهم وعلى جال الصحه تاعهم وتاع نساهم، ضد يعني مدير باطوار العملينا اللي راهو هو في حريه وسرق دراهم والمستشفى رجعوا باطوار، وامين بخراه في السجن من معاه ياخذوا في الضرب والمدله. اذا اخواني ان شاء الله يعني اللي راهم قايمين على سجن العميله يخافوا الله، واللي راهم بالك عندهم شي نيف في وزاره العدل يتحركوا، لان الناس راهي تاخذ في الضرب، وحنا رانا في اوروبا ما نش حين نسكتوا، والله ندوكم امام كل المحاكم الدوليه، يعني تكملوا في هذا الطريق. احنا انا شخصيا ضد التدوين لانه الامر يبقى جزائري، ولكن كي تجي جزائري تقتلوا بعيد الشر، ولا تضربوا ولا تهينوا ولا تعذبوا، هذه ما نسكتلكش، اديه للسجن راك وديتو جماعه الحراج راهم في السجن معامله جيده، رانا ساكتين، نطالبوا بحريه باطلاق صراحه، ما نتهموكمش تهم ما كاش منها، ولكن اخوه كيما الاعلامي وخاصه اللي راهم في عين نيله راهم يعاملون معامله سيئه، ماذا بهم جماعه اللي راهم في العداله بين قوسين العداله تاع خرطي على بالنا، يتحركوا ما يخلوناش نروح للمنظمات الدوليه اللي نتوما تخافوا منهم وتموتوا منهم. اخواني سلميه بغد 11 ديسمبر بقوه في الشوارع خاصه في العاصمه وفي المدن الكبرى، وبالك الاحتكاك مع الشرطه، بالك الاحتكاك مع الدارك، لانهم اخواننا ويعانون نفس معاناتنا، وهذه ثوره سلميه، ثوره الابتسامه، الا نجعلها يعني تبقى كذلك ان شاء الله. بارك الله فيكم. والاخوتين كتب لي واحد قال لي في تلمسان، يعني كان اخوانا في تلمسان في السجن 18 شهر حبس بعد زيارة بن فليس محليلة نسيتو، ولكن ما عنديش معلومات عليهم، يعني كيفاش راهم يعاملوهم في سجن تلمسان، ما نقدرش يعني نتكلم كلام وانا ما عنديش عليه معلومة، لكن تكلمت على اخي امين بخا ومن معاه في عملينا، عندي معلومات يعني فيريفيابل، فيريفي لي زانفورماسيون. لكن اخوة في تلمسان اللي عندكم معلومات على اخوة واخوات راهم في السجون وعندهم معاملة سيئة، اكتبوا لي وانا والله جيزي تخي با ان مومون باه نفضحهم باذن الله. والسلمية والسلمية والسلمية، بارك الله فيكم. الزلام قران في اللهون، سلام الله عليكم، ليلة سعيدة، مع السلامة.